أهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، معنا سيد الخطاطي نجا رئيس المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. غادي نسولوه يعني حول الموقف الإسباني الأخير من قضية الوحدة الترابية. سيد الخطاطي، يعني بطبيعة الحال تبعتي هذا الموقف الإسباني، يعني كيف لقيته؟ وفعلا هذا الموقف الإسباني يعتبر يعني انتصار كبير جدا للدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك، هو في الحقيقة تأكيد لما قدمه المغرب منذ 2007 كمقترح لمقترح الحكم الذاتي يعني في إطار السيادة المغربية. إسبانيا اليوم كدولة يعني ذات وزن كبير، ودولة كذلك لها أهمية خاصة باعتبار أنها أولا هي جارة للمملكة المغربية، ثانيا هي شريك استراتيجي في كل مختلف المجالات، هي أول شريك تجاري للمغرب. إسبانيا كذلك هي دولة المستعمرة كانت للصحراء. إسبانيا تعي جيدا كل حيثيات المشكل، وبالتالي موقف من هذا النوع هو موقف أولا غير موقف ما هو مرتجل، هو موقف نابع من تفكير عميق ودراسة معمقة لكل حيثيات المشكل. وبالتالي يعني خلصت إسبانيا اليوم بأنه دعمها لمخطط لخط يعني مقترح المغربي اللي هو يقضي ب يعني حكم ذاتي في اطار السياده المغربيه، هو في الحقيقه خلاصه لجهد جهيد ولعمل كبير قامت به الدبلوماسيه المغربيه، ولكن كذلك نتيجه لقناعات راسخه عند الاسبانيين بانه لا يوجد هناك اي حل خارج عن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. هذا يعتبر انتصار كبير للدبلوماسية المغربية، وستكون له تداعيات إيجابية على مستوى أوروبا وعلى مستوى حتى الفضاء الإسبانوفوني كامل، يعني أمريكا اللاتينية. وهذا يعني هو بالنسبة لنا احنا أولا يظهر حنكة جلالة الملك منذ البداية، ويظهر كذلك بأن المغرب على الطريق الصحيح، لا على مستوى ما يقوم به على مستوى الأقاليم الجنوبية من تنمية، ولا كذلك على مستوى يعني المجهود الدبلوماسي اللي بدأنا الآن يعني نقطف ثماره. بالنسبة للمستقبل، يعني كيفاش كتشوفوا من الآن يعني الأفق ديال هذا الاعتراف هذا، خصوصا بعد التشويش ديال الجزائر ومعها جبهة البوليساريو؟ هو في الحقيقة الجزائر تلقت صدمة، صدمت بهذا الموقف، وهذا نتفهمه جميعا، ولكن الملاحظة هو أنه ردة الفعل الجزائرية اللي ممكن نفهم منها هو أنه الجزائر هي الطرف الرئيسي، وهذا استدعاء السفير الجزائري في مدريد، بيان مجلس الأمة الجزائري، كل هذا يشعلنا بأن نتأكد أكثر من أي وقت مضى بأن الجزائر هي الطرف الأول، وبأن البوليزاريو في الحقيقة لا تملك أي مبادرة. وأنا أكيد أنا متأكد بأن لو كانت البوليزاريو عندها المبادرة وشرحت لساكنة المخيمات مفهوم وفحوى المقترح المغربي اللي هو الحكم الذاتي الأقاليم الجنوبية، الجميع سيدخل سيرجع إلى أرضه وسيشارك بدون أي تردد في هذه الخطوة الإيجابية اللي في الحقيقة هي حل لهذا المشكل المفتعل. اولا نحن منذ الخطاب ديال ثوره الملك والشعب اللي لقى سيدنا الشعب المغربي من خلال مرور يعني السبعه اشهر تقريبا ولا على باش يجي هذا القرار ديال الحكومه الاسبانيه، نثمنه اولا عاليا ونثمن مضامين ديال هذا الخطاب الذي جاء فيه لا تفاوض على قضيتنا الصحراء اللي هي قضيه ديال المغاربه ككل. وبطبيعه الحال احنا كمنتخبي ديال الجهه ديال الاقليمي مودنون وكممثلي الساكنه الشرعيه بهذا الجهه هذه نثمن عاليا هذا القرار، متمنين ان شاء الله ان تحدو حذو اسبانيا مختلف الدول الاوروبيه ومختلف دول العالم، لانه اليوم العالم يجمع بقواه العظمى على انه لا حل الا حل الحكم الذاتي المقترح من طرف المملكه المغربيه تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصره. والاكيد لانه المستقبل القريب هو كفيل بالاجابه عن يعني المجموعه ديال الاعترافات ديال مجموعه ديال الدول بمغربيه الصحراء وبالحل ديال الحكم الذاتي.